أكيد سلمى، الفقرة الأخيرة هي الفقرة الجمالية، بنجاوب فيها على كثير من أسئلة السيدات. واليوم بما أنه نحن بفصل الصيف، قد إيه بنسمع عن الكلف والنمش الموجود بجسمه اللي بيطلع أحيانا بفصل الصيف؟ أكيد فرح، ويمكن لسه قبل ما نبلش مع الدكتور نحن تحت الهواء عم نسأله أسئلة كثير، وفعلا في ناس حتى بيختلف عندها المفهوم، في ناس ما بتعرف تفرق بين الاثنين وشو أسبابه، وهلأ بفصل الصيف والتعرض للشمس بتكتر الأسئلة كثير كتير. أكيد بدنا نعرف كمان شو هو، إذا بدنا نعرف علميا شو هو الكلف، شو الفرق يمكن بينه وبين النماش، شو الحل والعلاج الطبي له، كل هاي الأسئلة حيجاوبنا عنها الدكتور سامي غصن، أختصاصي بالأمراض الجلدية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما كنا عم نحكي، يمكن موضوعنا لليوم هو عن الكلف، وفي كتير أسئلة حول هذا الموضوع، شو يعني الكلف؟ وخصوصا في ناس بتفكر النمش هو نفسه الكلف، لمين بيظهر؟ شو الفرق بيناتهم؟ تماما، حأعطي صورة صغيرة شو اللي عم بصير بالجلد لحتى عم بصير شيء اسمه نمش وشيء اسمه كلف. هلأ بشكل عام الجلد مؤلف من 3 طبقات. الطبقة العليا اللي هي البشرة فيها 5 طبقات، بالطبقات هاي بتنفرز مادة اسمها الميلانين. الميلانين هي المسؤولة عن تلون الجلد. هلأ أحيانا بصير في عدم تجانس بالمادة أو خربطة، تمام، فأحيانا هاي المادة بصير فيها ضرر، فيا بتنقص يا بتزيد. هلأ لما بتنقص هاي المادة من الجلد وأحيانا بتختفي، بصير بقع بيضة مثل مثلا النخالية البيضاء فصل الصيف أو البهاق مثلا. لما بتزيد هاي المادة اللي اسمها الميلانين، لما بتزيد بالجلد بصير في غماقة بالجلد، وبتصير على شكلين، عند البيض أحيانا بتطلع مثل بقع بنية صغيرة، هاي اسمها النمش. بتطلع بطريقة تانية، بتطلع بشكل لويحات، وخاصة عند السمر بيسموها كلف، بيكون نوعا ما الكلف بيكون متجانس، يعني بيطلع بالخد، بيطلع بالأنف، ممكن يطلع بالجبهة، ممكن يطلع باقي الأجسام، ولكن بنسب قليلة جدا جدا، أكثر شيء الوجه، أماكن التعرض لأشعة الشمس. أما النمش بشكل عام بيطلع عند اللي بشرتهم فاتحة، بقع بنية، بتطلع بالأنف، عبارة عن نقط صغيرة. هلا أحيانا نحن بنعتبرها شغلة جمالية النماش، يعني قوة التميز بيسموها. إيه هلا عارضات الأزياء، الممثلات الكذا، كلهم عندهم نماش، فهذا شيء جمالي مو بس، أحيانا بيكون شيء زايد وقتها بده تدابير علاجية. تماما لما بيكون زايد. كلياتنا بنعرف كمان دكتور إنه أوقات المرأة الحامل ممكن تنصاب بالكلف، تتعرض للكلف. كمان بعض السيدات لما بيكبروا بالعمر ببلش هي هذا الكلف نشوفه على وجوههم، فبيلجأوا للأدوية والعلاجات الطبية، وبعضهم بيقول الكلف يعني شيء ما بيروح من الوجه. هذا الشيء صح أو غلط؟ وكيف المرأة اللي حابة سيدة أنه تتخلص يمكن من هذا الكلف كيف؟ تمام. هلأ أول شيء بدنا ندور على أسباب الكلف، ليش بيطلع الكلف. هلأ الكلف حقيقة هي مشكلة العصر، يعني ومشكلة قديمة وبدها تضل دائما. الكلف هو له عدة أسباب، من الأسباب الكلف الأسباب الوراثية، عندك الأسباب التعرض الشديد لأشعة الشمس، حضرتك حكيتي شغلة كتير مهمة، المرأة وخاصة لما تكون حامل بصير في خلل هرموني، حتى اللي بياخدوا أدوية مانعات حبل كمان هدول بصير في خلل هرموني، بصير عندهم احتمال كتير للكلف. عندك بعض الأدوية اللي مضطرين العالم تاخدها، عندك اللي انصابوا من زمان مثلا بأمراض وأخذوا جرعات كبيرة مثلا كورتيزون أو جرعات كيماوية أو مثلا مضادات التهاب إبر بالعضل وكذا لمدة كبيرة، كمان هدول مهيئين للكلف أكتر. عندك كمان آثار للجروح مثلا، تعرضوا لعمليات أو لحروق، شفي الحرق ضل منطقة الإصابة معرضة للكلف أكتر، هدول بينصابوا بالكلف. هلا طبعا عندك كمان الغده الدرقيه، امراض الغده الدرقيه كمان الادويه تبعها او هي نفسها الغده كمان تعمل كلف. ممكن ترجع البشره مثل ما كانت دكتور؟ هلا هي الكلف شغله صعبه، ولكن اهم شيء بالنسبه لنا نحاول معرفه السبب. هلا لما ينعرف السبب تقريبا انحلت 3/4 المشكله. عندك في كتير بالنسبة لعلاج الكلف، يعني حقيقة في كتير شغلات. أول شيء بنلجأ مثلا في عندك المواد الطبيعية، فينا نلجأ لشغلات طبيعية.
مثلا مثل الليمون فينا نحط كمية خفيفة بس دغري بعدين نزيله. عندك اللبن مثلا هي كمواد طبيعية فينا بالبيت نستخدمها. عندك اللبن فينا نحط شوية لبن وكمان بعد 5 دقائق 10 دقائق بالكتير نزيله بمي فاترة. عندك كريمات التجميل طبعا هون متنوعين، عندك المواد اللي فيهم مواد تبييض مثل جليكوليك أسيد مثل فيتامين آ مثلا الهيدروكينون، هدول مواد جيدين وفينا مثلا نحطهم كمية خفيفة قبل النوم بالليل. مثلا الصبح ضروري جدا في حالة الكلف انه نحط واقي شمسي، طبعا يكون واقي شمسي طبي عياره ما يكون تحت ال 25 او 30، يعني هي كتير ضروري خاصة اللي عندهم كلف. عدم التعرض الشديد لأشعة الشمس اهم شيء. عندك بعدين اهم شيء ما نفرك، هي اهم قاعده دائما هون بيفكروا انه كل ما فركنا كل ما اشرنا المنطقه، لا كل ما فركنا كل ما نحن عملنا ضغط اذينا البشره اكثر. يعني انا كثير احيانا بالعياده بكون عم بفحص بالمكبر وهذا بشوف علامات بصمات على على الوجه من كثر الفرك، وهذا هي كثير شغلات مهمه. عندك بعدين في علاجات كثير، مثلا عندك التقشير الكيماوي قد يحل مشكلة. عنا كمان الليزر، قد في أنواع للليزر، في عندك الكريستال، عندك الفراكشنال ليزر الجزيئي، عندك الاي بي ال والتأشير الكيماوي كمان. طبعا هون بقى شغلة الطب بده يشوف حسب نوعية البشرة، بيضة سمرة، كل بشرة وإلى علاجها يعني إلى التطبيقات تبعها. بس بشكل عام إذا عرفنا السبب، إذا السبب هرموني متى ما وقفت عن تناول الأدوية بيمشي تدريجيا بيمشي، أهم شيء معرفة السبب يعني. أكيد. كمان دكتور بما يخص حضرتك قلت الكريمات، كريمات التجميل أو غيرها من الأنواع، مدى صحة أنه نسمع عن بعض الأنواع الماركات التجارية أنه هذا الكريم بيقضي على كل شيء شو ما كان، نمش كلف كله بتوحيد اللون، وحتى هلأ صرنا عم نشوف في بعض العمليات عم تنعمل التجميلية لتوحيد لون البشرة، انه بيحقنوا لون واحد فونديشن، بيحقنوا شيء انه بيغير شكل الوش، مدى صحة هذا الشيء؟ طبعا يعني المواد التجميلية كثيرة والشركات التجميل ما رح توقف بحياتها، بدها تضل مستمرة ودائما في اعلانات يعني مختلفه الاعلام دائما. لا مو كل شيء بنسمعه صحيح، ويعني هون ما بدنا نكون واقعيين شوي. هي كريمات التجميل جيده بس مو دائما تعطي نتيجه جيده. هون ضروري استشاره الطبيب لانه الطبيب يعرف شو نوعيه البشره، شو الشيء المناسب لها. في كثير كريمات موجوده قد تناسب بشره معينه بس فتعمل له زياده بالموضوع. حتى موضوع الليزر ما له سحر، موضوع الليزر في ناس بيتحسنوا عليه ضمن حدود كذا، في ناس تانية بالعكس هي يعني من الآثار الجانبية تبع الليزر أو حتى تبع التأشير أو حتى المضادات حمض الفواكه أو الهيدروكينون من آثار الجانبية أنه هي بتعمل كلف حتى. يعني دائما هو العلاجات دائما سلاح ذو حدين، فضروري استشارة الطبيب. ما كتير نصدق بالإعلانات، الإعلانات بتضل إعلانات يعني. فأهم شيء الوقاية، برجع بكرر معرفة السبب، نقدر نخلص معرفة السبب. هي طبعا الكلف أحيانا ممكن يطول أيام، أحيانا ممكن يطول أشهر، أحيانا سنين حسب طبيعة البشرة. أهم شيء التخلص من الشيء اللي عم بيعمله. نشكرك كتير دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، كتير عنا أسئلة بخصوص البشرة، فمتمنى أكيد نستضيفك بحلقات جاية. شكرا لكم، تشرفت بمعرفتكم. شكرا لك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها.